بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فبحمد الله وفضله وصلت إلى مديرية أوقاف البحيرة سيارة لحوم صدوق الأضاحي اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، محملة بمقدار 2 طن من اللحوم لتوزيعها على المستحقين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بمشيئة الله عز وجل تتسلم مديرية أوقاف القليوبية اليوم الثلاثاء الموافق 6/10/2020 الدفعة 16 من لحوم صكوك الأضاحي، سيتم توزيعها على 6 إدارات فرعية بمشيئة الله عز وجل، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف القليوبية حتى الآن إلى 50 طن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحمد الله تعالى اليوم الثلاثاء الموافق 6/10/2020 تم وصول الرسالة 13 إلى مديرية أوقاف المنوفية وقدرها 2 طن. الحمد لله رب العالمين، اليوم موافق 6 أكتوبر 2020 تم وصول سيارة لحوم صكوك الأضاحي التي ترعاها وزارة الأوقاف. وصل لمحافظة الشرقية 3 أطنان من اللحوم، وذلك تحت رعاية وزارة الأوقاف وتحت رعاية وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وصلنا من وزارة الأوقاف لحوم صكوك الأضاحي، وفي هذا اليوم المبارك وصلنا 3 طن من اللحوم لتصل إلى مستحقيها بكل عزة وبكل كرامة، وإن شاء الله يوزع منها على الحمام، إدارة الحمام، ثم إدارة العلمين، ثم إدارة الضبعة، وشرق وغرب مطروح. إن شاء الله تتوجه عرضية من المديرية إلى إدارة النجيلة وإدارة براني، وإن شاء الله تعالى يتواصل هذا المشروع ليصبح شعيرة ومشروعا وطنيا على يد وزارة الأوقاف المباركة. وصلي اللهم على سيدنا محمد.